ست صدور دجاج مقطعة ومقلية، 200 جرام جبنة كريمية، ملح وفلفل، مع صغيرة أعشاب إيطالية مجففة، مع صغيرة بودرة الثوم، ربع كوب ريحان طازج ومفروم. بالنسبة للصلصة، معلقتين زيت نباتي وبصلة مفرومة ناعم، 4 حبات بندورة مقشرة ومعصورة، ربع كوب رب البندورة، نص كوب ماء، كوب كريمة، رشة سكر، ملح وفلفل، ربع كوب ريحان طازج مفروم، مع صغيرة أعشاب إيطالية، مع صغيرة بودرة ثوم، لازانيا مسلوقة اللي حكت لكم عنها ديما، والأجبان والكاستين جبنة. أيوة بالضبط. هلأ بعد ما قلينا البصل والثوم، بدي أضيف له البندورة. هون عندي بندورة مقشرة ومعصورة، حتى أنا الصراحة هيثم لما تكون يعني البندورة رخيصة شوي بعمل كمية كبيرة من عصير البندورة وبحطهم بكياس أو تبرويرات في الفريزر، بستعملهم يعني وقت الحاجة. حلو. فهلأ حطينا البندورة على البصل والثوم. هلأ أنا عم بعملكم الصلصة أول شيء، بعدين رح أقولكم كيف عملنا الحشوة تاعت اللازانيا. هلأ بالإضافة للبندورة الطازة طبعاً في عنا رب البندورة من بوستمان، هم نفس الشركة تاعت شعبان، فرح نحط هلأ رب البندورة. إذا هلأ حطينا نحن البندورة، رب البندورة، أنا كاتبة نص كوب مي إذا كنتوا بدكم إياها مرقة، بس أنا لأني كنت مفرزة البندورة نزلت شوية مي فما رح أحط صراحة، رح أكتفي بالكريمة رح أحطها، هي رح تعطيهم كمان يعني كمية سوائل جيدة. هلأ بدي أحط هون في عندي هيثم خلطة أنا أعشاب مجففة وبودرة ثوم وشطة، حتى عندي ثوم هيك منشف رح أحط شوي منه. حلو. وأخلي شوي منه برضو للحشوة تقريباً هلأ قد معلقة. دائماً لما بنعمل أي صوص بندورة دائماً بحكي إنه بحب أحط له رشة سكر بسيطة بتوازن أو بتعادل الحموضة تبعت البندورة اللي عنا. فهلأ بدنا نحط شوية سكر، وآخر شيء طبعاً الملح والفلفل والكريمة. دائماً لما منضيف كريمة ما منخليها تغلي فترة طويلة على النار، فهلأ رح أحط الفلفل الأسود ورح أحط الملح كفاية. انت مش واصلك بندورة؟ ريحة البندورة ام لا عم بتطرطش من اول ما عاد مش مهم عادي حسابك. وهلا رح اضيف كوب من الكريمة الطازة. فاذا هي صلصتنا صارت جاهزة، هاي بنسميها احنا روزي صوص او يعني بينك صوص، كريمة يعني صوص الوردية نحكي بالعربي حتى مشاهدينا يفهموا علينا اكثر، اللي هي بتكون عبارة عن صوص بندورة ومعها كريمة. عبين ما تغلي لها غلوة بس ضل نحط لها شوية ريحان، ريحان طازة، وبحب دائما هيك اقطعه بالايد وبحب اخليه قطعة كبيرة جوا الصوص بيعطي نكهة كتير اسكى. نقدر نحط كمان شوية ريحان. وهلأ يا سيد هيثم رح ننتقل للخطوة الثانية بالأكلة اللي هي الحشوة، يعني بإيش بدنا نحشي اللازانيا. اوكي، إذن رح نخلي هاي الصوص هلأ على راحتها تغلي لها غلوة على الخفيف. اوكي، يا سلام على الريحة، مش غلط ندوقها يعني حتى نتأكد انه كل شيء فيها تمام. أوكي. صوصنا صار جاهز. هلأ الحشوة، هلأ الحشوة عشان بس أسرع الموضوع، كل اللي عملته أني قليت 6 صدور الدجاج بس مع ملح وفلفل وبالزيت، يعني حطيت شوية زيت نباتي بالمقلاي وقليت فيه 6 صدور الدجاج مقطعين لقطع وحطيت عليهم ملح وفلفل. هاي هي كل المقادير اللي عملتها هون. هلأ شو بدي أعمل فيهم؟ هون في عندي هاي الجبنة الكريمية اللي بنستخدمها إحنا بالتشيز كيك، معروفة بتيجي وزنها 200 جرام، يا هاي أما إذا بتحبوا تحطوا المربعات برضو بصير. فبدي أحطها على الدجاج حتى تعطينا القوام الكريمي. أوكي، وبدي أضيف باقي الأعشاب المجففة اللي عندي هون مع بودرة الثوم. بس هدول الكبار الثوم رح أشيلهم لأنه مش الكل بحبهم، مع إنهم هم مزاكين بيعطوا نكهة. وآخر شيء يا هيثم بدنا نحط ملح وفلفل. حلو. نقدر كمان نحط هون كتير زاكي شوية ريحان طازة. إيش الفرق بين بالإيد وبالمقص؟ هو بيقولوا لك قال بالمقص أحسن، مش كتير فرق صراحة، بس يمكن أرتب بطلع شكله شوي من الإيد. هاي اللازانيا اللي عندي زي ما قلت لكم سلقتها، كنت حاططها بين ورق الزبدة حتى ما تلزق، رجعت هلأ تحت الهواء حطيت عليها بس شوية زيت لأنه في كم من وحدة كانوا ملزقين شوية صغيرة، فبس عشان أقدر ألفهم. رح أطفي على الصوص لأنه غلي منيح. يا سلام. رح يرجع أصلاً يدخل على الفرن. هلأ نرجع منحط مقدار معلقة هالقد، شوي أكتر من هاي الخلطة. أوكي، بيّن هيك على الكاميرا تمام. ومنلفها على شكل رول.
نصفهم بصحن الفرن اللي بدنا نحطهم فيه، واخر شيء طبعا ندير عليهم الصلصه. بتقدروا تحضروا كل هذا الحكي من قبل بيوم، تلفوا الرولات تحطوهم هيك، تغطوهم بالنايلون وتعملوا الصلصه، وثاني يوم بس تديروهم عليها وتدخلوهم على الفرن. حلو. بس الصلصه ما بتنعملوا يعني ما بتنحط فوقها بتنعمل بارده، انه يعني تغطي اللزانه فيها وهي بارده قبل بيوم او كذا؟ بصير بزبط. بصير. ما انها داخل على الفرن يعني خلي كل شيء لحال بس قبل الفرن بفضل. بس يعني مش ممكن تزبط كمان. احكي لك شغله، بشتري السمك والخضره والشغف والحب للشغل لازم يكون بكل شيء انت بتشتغله. يعني سواء انت شيف، سواء انت مقدم برامج، سواء انت دكتور، اذا ما عندك شغف وحب لشغلك طبعا يعني الصراحه على الفاضي. وعك سخنه زي النار، امسك. ما هو ده هاي هاي. وانا رح ازينهم بالريحان اللي ضل عندي، بنصحكم تجربوها جد اكله زاكيه. يا سلام يا سلام على هيثم لما يتألق. يا سلام، بدها زفه. لا عن جد شكلها رهيب. ساعدك. شكرا لمتابعتكم، وما تنسوا تشتركوا معنا بالقناة حتى يوصلكم منا كل إشي جديد.